الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وأهل السادة الشافعي في الجلسة السابقة على أول فصل الاستنجاء، وقلنا باختصار بالشرح دون الحاشية: فصل في الاستنجاء وآداب قضاء قاضي الحاجة. والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، واجب أي حكمه واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. وقفنا على قوله بالماء، أي يكون الاستنجاء بالماء، أي ولو كان مطعوما، يعني ولو كان ماء عذب، الماء العذب مطعوم يعني يشرب ويطبخ به، فيسمى ماء مطعوم. ماء البحر ماء طاهر لكنه غير مطعوم لأنه مالح. في كتب الفقه يقول لك الماء ولو كان مطعوما يعني عذبا، يعني يستخدم للشرب ولسائر الاستعمالات العادية. ولو كان مطعوما كالماء العذب، ويجب استعمال قدر من الماء بحيث يغلب عن الظن زوال النجاسة. يعني كمية الماء اللي انت هتستنجي بيها بعد خروج البول والغائط قد ايه غير مقدرة شرعا، ولكن هي القدر الذي يحدث به الانقاء. بتكثر من الماء بغير اسراف حتى يحدث الانقاء تماما. وكيف تشعر بحدوث الانقاء؟ بالبلدي كده بيبقى الجلد مزلق، مزلق ناعم مش كده؟ اول ما المزلقة دي تروح وتأتي الخشونة المعتادة للبشرة المعتادة، تعرف ان خلاص زالت النجاسة. والمرأة احيانا تبقى المنطقة دي اصلا هي ناعمة، يعني هي طبيعتها كده، فتعود الى النعومة المعتادة في المرأة، ويعود الجلد الى الخشونة المعتادة في الرجل، يبقى كده زالت النجاسة. يبقى ده القدر اللي هيوصلك لهذه النتيجة، هو ده القدر الكافي. ازيد من كده يبقى اسراف، واقل من كده يبقى تقصير. ويجب استعمال قدر من الماء بحيث يغلب على عن الظن، يغلب على الظن. انا مكتوب عندي عن الظن، عندك ايه؟ على احسن، بس مكتوب عندي يغلب على الظن. والغلبة الظن يعني ايه؟ يعني غالبا كده، يعني مش شرط اليقين، لان معظم الاحكام الفقهية تقوم على غلبة الظن، والامور الاعتقادية تقوم على اليقين. فكل كتب الفقه قائمة على الظن وغلبة الظن. حتى القاضي عندما يحكم في قضية من القضايا بيحكم بغلبة الظن، اذا تيسر الشهود والبينة يحكم، حتى ولو كان الحكم خطأ في واقع الامر، حتى ولو كان في واقع الامر خطأ، لانه ساعتها هيبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم من العباد في الاخرة. لكن القاضي ليس امامه الا البينة، والبينة تكون اما بالاعتراف او بشهادة الشهود، ويحكم بها القاضي على هذا الحال. وتختلف شروط الشهود على حسب الجريمة، بعض الجرائم يشترط في الشهود الذكورة والعدد كالزنا، وبعض الجرائم لا يشترط فيها
ذكورة ولا يشترط فيها عدد، وأقل عدد مطلوب هو 2 شاهدي عدل في الأمور المالية وغير ذلك. وعلشان كده يقول إيه؟ بحيث يغلب على الظن، والظن هو إيه؟ إدراك الطرف الراجح. في علم المنطق، في علم المنطق في حاجة اسمها العلم الذي يحدث في الذهن بشيء معلوم يمر بدرجات، درجة تكون ليس عندك علم أصلا يسمى جاهل، ودرجة تانية يبقى عنده احتمال معنى لكن مش متأكد منه خالص يسموه وهم، وهو إدراك الطرف المرجوح متوهم، بس احنا نسميه انت عندك وهم يعني حاجات غير موجودة يعني مش متأكد منها فما يقدرش يحلف عليه، ولم ترتقي لدرجة حتى الشك، لان الشك استواء الطرفين اللي هو 50% و50%، فهمت ازاي؟ يبقى في الوهم اللي هو اقل من الشك وفوق الجهل، يبقى بين الجهل والشك في حاجة اسمها الوهم وهو ادراك الطرف المرجوح، والشك استواء الطرفين، العلم وعدم. تقول انا شاكك 100% 50% قصدي. طب اذا زاد الشك الى درجة لكن لم يبلغ درجة اليقين يبقى فوق 50% لحد 99%، طالما ما وصلش 100% يبقى يسموه الظن، وهو ادراك الطرف الراجح، ادراك الطرف الراجح. ثم بعد ذلك العلم، وهو ادراك الامر المطابق للواقع عن دليل، يبقى ده متأكد اسمه. يبقى العلم هو ايه؟ ادراك الطرف، ادراك الامر الواقع مطابق للواقع عن دليل يسموه ايه؟ علم. طيب لو كان ادراك الامر مطابق للواقع ليس عن دليل يسمى تقليد، مقلد. يعني كل المسلمين بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، معتقدين ذلك، وهذا الامر مطابق للواقع لان فعلا الواقع لا اله الا الله، والواقع ان سيدنا محمد رسول الله. اذا استطاع ان يدلل على ان لا اله الا الله يقيم الحجة والدليل، وعلى ان سيدنا محمد رسول الله يسمى علم، ان لم يستطع يسمى مقلد. فهمت بقى؟ يبقى التقليد هو ادراك الامر مطابق للواقع مع عدم العلم بالدليل، يبقى ده اسمه مقلد. طيب اذا كان الامر مدرك وغير مطابق للواقع ومتأكد منه يسموه ضلال. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، معتقدين ذلك، الواحد فيهم عنده قدرة انه يحلف على هذا، لكن هذا الامر غير مطابق للواقع وليس عنده دليل قوي، عنده ادلة لكنها وهية. لما يجي يقول لك الادلة يسردها تجد كلها لا دليل، يبقى هو يعتقد الامر اعتقاد جازم ولكن غير مطابق للواقع لا عن دليل يسمى ضلال. يبقى اعتقاد الامر الجازم المطابق للواقع عن دليل علم، اعتقاد الامر اعتقادا جازما مطابقا للواقع لا عن دليل تقليد، اعتقاد الامر غير مطابق للواقع اعتقاد جازم يسموه ضلال. واضح؟ وعشان كده احنا في النصارى بنقول ايه؟ ولا الضالين امين في الفتح، اللي هم النصارى ضلالية، لان قالوا امر واعتقدوه اعتقادا جازما وهذا الامر غير مطابق للواقع فيسموه ضلال. طيب عدم العلم بالشيء اصلا جهل. طب عدم العلم بعدم العلم يعني هو جاهل ومش عارف انه جاهل، متصور انه عارف، يسموه جهل مركب. يبقى في جهل بسيط
ان هو عدم العلم وعارف انه ما عندوش علم، تيجي تسأله لك ما عرفش. لكن لما تيجي تسأل واحد يقولك لا انا عارف كل حاجة ويجي يجاوب غلط، يبقى ده جاهل جهل مركب، لانه جاهل ومش عارف انه جاهل. فتعليم الجاهل المركب اصعب من تعليم الجاهل البسيط، لان الجاهل البسيط مجرد انك تقعد تسرد له الحقائق وادلتها خلاص تترتب في ذهنه بقى عالم. انما الجاهل المركب محتاج الاول انك انت تثبت لي انه جاهل، دي الاول تقعد تبذل معاه مجهود جامد لحد ما تثبت له انه جاهل، قد تمكس معه سنوات وقد تمكس معه شهور وقد تبقى لحظات، كل واحد حسب توفيق الله معه. مجرد انه وصل بقى انه جاهل يبتدي بقى يسمع، يبتدي يدخل في ايه؟ في طلب العلم. يبقى المعارف في العقل بتترتب بهذه الصورة. ان كان لا توجد معارف اصلا مع عدم العلم بعدم وجودها يسمى جاهل. اذا كان يدرك الطرف المرجوح يبقى يسمى متوهم وهم. اذا استوى الطرفين شاك يبقى شك. اذا ادرك الطرف الراجح يسمى ظان اللي هو الظن. وفي كتب الفقه احيانا يستعمل الظن بمعنى الاعتقاد الجازم في كتب الفقه، واضح؟ زي هنا يغلب على الظن ان زالت النجاسه، فهمت ازاي؟ يبقى يعني اعتقد، لانه مش معقول هيروح يصلي وهو متوهم حتى انه في اثر نجاسه، مش معقول، مش هيقبل. يبقى هنا يغلب على ظني بمعنى الاعتقاد الجازم في كتب المناطق، في كتب اهل اصول الدين اللي هو علم الكلام. لكن الفقهاء يستخدموا كلمه غلبه الظن بمعنى الاعتقاد الجازم، واضح؟ ويستخدم الظن بس بدون كلمه غلبه الظن بمعنى ادراك الطرف الراجح. فاذا ادرك الامر ادراكا جازما يعني عن يقين، ادراك جازم يعني عن يقين مطابق للواقع ومعه الدليل يبقى عالم، ليس معه الدليل يبقى مقلد، مخالف للواقع يبقى ضلالي. فهمت ازاي؟ فهمت درجات المعارف؟ هكذا. هنا بقى بيقول لك بحيث يغلب على الظن يعني يتيقن، تكتب فيها كده يتيقن، وتكتب في الهامش اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع عن دليل، او الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. ايه دليله؟ العلامة دي، وعلامته ظهور الخشونة بعد النعوم، ادي الدليل. فيبقى طالما ادرك شيء ادراك جازم ومعه الدليل يبقى نسميه ايه؟ يقين. نسميه علم، نسميه يقين، نسميه ايمان. يقول فلان مؤمن، فلان موقن، فلان متأكد. فهمت بقى؟ وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر، واما الانثى فبالعكس. ولو شم من يده، كل انسان عارف ملمس جلده وهو نظيف وعارف ملمس جلده وهو مش نظيف. يبقى المسألة كلها ان لما يعود ملمس الجلد المعتاد اللي انت معتاده يبقى خلاص نظيف، بدون بقى ما تقعد تحك لما تجيب الدم. في ناس موسوسة يفضل يعمل لما يعور نفسه، بالذات لو هيستخدم حجر او ورق كلينكس، وخصوصا ان دي انسجة مخاطية رقيقة ممكن تتجرح منه، ووسوسة زيادة عن اللزوم ملهاش لازمة. يعني الانسان يكون عنده يعني الموسوس اساسا ايمانه بالله ضعيف. ليه؟ لانه بيعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب بس مش غفور رحيم. لما بصت ليه انه شديد العقاب بس من كتر خوفه مش عايز يخلص، قاعد يحك لحظه يروح في داهيه. لكن ربنا يعفو عن كثير، فكامل الايمان يعرف انه شديد العقاب فيعمل العباده مظبوطه، ويعرف انه غفور رحيم يقوم يعفو عن كثير، يقوم يعملها بطريقه موزونه. فهمت ازاي؟ انما الموسوس فاهم ان ربه سبحانه وتعالى ده بس شديد العقاب بس. لكن ربك لا، شديد العقاب صحيح، وفي نفس الوقت نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم.
وبدأ بالغفور الرحيم قبلها. ليه؟ لأن رحمته سبقت غضبه، رحمتي سبقت غضبه سبحانه. ولو شم من يده رائحة نجاسة حتى لو خلص وجاله الملمس ده المعتاد وعرف انه نضف وجاب ايده كده شمها لقاها لسه فيه رائحة نجاسة، ده لا يدل على ان المحل ما لم ينقى، ما يدلش، لان قد تبقى الرائحة ويزول العين والاثر، فبقاء الرائحة لا يدل على بقاء الاثر. فهمت ازاي؟ ولو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل. وان حكمنا على يده بالنجاسة، هنحكم على اليد بس انها نجسة نقول له اغسل ايدك بقى، لكن ما نحكمش على المحل طالما هو حس بالملمس المعتاد بعده. واضح؟ فيغسل يده فقط. قال بعضهم ما لم يتحقق انها في باطن الاصابع الملاقي للمحل، يعني لو لقى ان الرائحة دي طالعة من باطن الاصابع اللي هو الملاقي للمحل، انما افرض انها طالعة من ظهره، يبقى دليل ان في نجاسة لمست الظهر، فهيبص يلاقي اثرها موجودة، يعني حتة لم تلاق او دخلت في اظافره، فيتبقى جرم للنجاسة. فهمت ازاي؟ ما لم يحكم ببقاء النجاسة، وإن حكمنا على يده بالنجاسة فيغسل يده فقط. قال بعضهم ما لم يتحقق أنها في باطن الأصابع الملاقي للمحل، فإن لم تكن في باطن الأصابع الملاقي للمحل وإلا وجب غسل المحل أيضا، وإلا يجب غسل المحل أيضا، لأن ما زالت النجاسة موجود لها جرم كبير. ليه؟ لأنه انتقلت الرائحة من الجزء الملامس لجزء غير ملامس، فدليل أن ما زال أثر النجاسة كتير. فلو لقى ان الرائحة موجودة في الجزء الغير ملامس يبقى دليل النجاسة ما زالت في المحل كثير. فهمت ازاي؟ لكن لو لقاها في الجزء الملامس بس وشعر بملمس الجلد المعتاد يبقى طاهر المحل وبقي ايده يغسله. ولا بد ان يسترخي. ساعد بقى ما هو بيغسل بايده كده ما يبقاش ايه شادد نفسه، يبقى مسترخي. ليه؟ علشان تبقى كل الجلد بتاعه مستريح والجزء اللي خرجت منه النجاسة ظاهر، مش يروح قابض على العضلة بتاعته يروح ايه مدخل جزء من الجلد وتكاميش الدبر تدخل جوه، يقوم ما يجي يمسح في حتة ما فيهاش نجاسة، اول ما يقوم ويلبس ثوبه ويقعد بقى معتاد يروح طالع الحتة اللي كانت دخلت فيها النجاسة تنجس بسهولة. فعلشان كده يجب في الحالة دي عند ملامسة النجاسة بيده مع الماء انه يسترخي. فهمت ازاي؟ يسترخي علشان يطمئن ان كل التكاميش الدبر خارجة، بحيث ان يقدر يمسحها بيده ويزيل ما بها من اثر النجاسة. ادي معنى ولا بد ان يسترخي لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج، اللي هي تكاميش الدبر، يسموها تكاميش الدبر اللي هي الكرمشة يعني، او يسموها تضاعيف برضو لانها زي ايه زي التضاريس كده التعريج يعني، لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعيف فرج المرأة أيضا، بالذات لما تبقى ست ولدت كتير وخلفت كتير بيبقى عندها تجاعيد كتير في المنطقة، بخلاف البنت اللي لسه لم تتزوج بعد ما يبقاش عندها حاجة. فيبقى المرأة برضو نفس الحكاية، تسترخي علشان تضاعيف الفرج فيها تنضف، وكذلك الرجل في ايه في الدبر، لان دبر الرجل برضو له تجاعيد والمرأة كذلك. او الحجر، يبقى بيستنجي بالماء اذا وجد الماء، طب لم يوجد الماء يبقى او الحجر، واو هنا للتنويع، او هنا للتنويع، يعني يده يده، يا بنوع الماء يا بنوع الحجر. فهمت ازاي؟ او الحجر اي الحقيقي، وكلمة الحجر في باب الاستنجاء مش معناه حجر حجر، معناه ايه؟ قالع، طاهر، جاف، غير محترم. يبقى اي حاجة تتوفر فيها الاربع شروط دي يسموه حجر استنجاء. قالع يعني يزيل النجاسة، فيبقى الازاز ما ينفعش، الازاز الناعم ما ينفعش، ولا الخزف الناعم ينفع لانه مش قالع، ده هيليط لك المسألة. يعني لما اجيب حته رخامه زي دي
او خزف زي ده وامسح بيه نجاسة هنشرها، مش هتشيل لانها لا تقلع النجاسة، يبقى لازم يبقى قالع وبعدين يبقى طاهر، لان مش معقول هشيل نجاسة بشيء نجس او منشرها، لازم يكون طاهر ويكون غير محترم، ما تكونش كسرة خبز جافة او يكون عظمة مأكول لحم جافة، لان ده كله ده محترم. واضح؟ وان يكون جاف يعني ما يكونش ايه رطب، ما يكونش عليه رطوبة، لانه لو كان عليه رطوبة الرطوبة هتنشر النجاسة، وانا عايز اشيل عين النجاسة لكن الرطوبة تنشرها. الحاجات دي متوفرة في ايه؟ في منديل قماش يمشي، منديل ورق يمشي، ورق كلينكس يمشي، كل ده اسمه حجر في الشارع، يعني مش شرط حجر من الشارع، يعني كلمة حجر هنا يدخل فيها اي حاجة تتوفر فيها الاربع شروط دي: قالع، جاف، طاهر، غير محترم، مش كده برضو؟ وجاف بمعنى جامد يعني غير رطب. يعني ما ينفعش اجيب روثة جافة واستنجى بيها لانها نجسة، فهمت ازاي؟ يبقى لازم حاجة تكون طاهرة في ذاتها من الاول. اتفضل. مع الحرمة الشديدة والاثم. افرض جبت انا محترم ككسرة خبز، كسرة خبز جافة واستنجيت انا بيها، قالعة، طاهرة، جافة لكنها محترمة، يبقى يأثم. يأثم، واخد بالك؟ يأثم اسم شديد ويصح، لكن لو استنجى بنجس لا يصح لانه نجس، فهمت ازاي؟ او الحجر اي الحقيقي بدليل قوله وما في معناه، يبقى الحجر يقصد الحجر الحقيقي، وكلمة او في معناه يدخل ما توفرت فيه الشروط اللي قلناها. ولو حمله على الحجر الشرعي اللي هو المتوفر فيه الشروط اللي قلناها لم يحتاج لزيادة قوله وما في معناه، لان الحجر الشرعي هو كل جامد طاهر قالع غير محترم. واضح؟ وشمل الحجر حجر الحرم والموقوف. حجر الحرم، افرض انا خدت حجر من حرم مكة وكذا حرم المدينة واستنجد بيه، ده محترم لانه حجر الحرم، يصح مع الحرمة، يصح مع الحرمة. والموقوف، حجر ده جايب انا وقف علشان هنستعمله في بناء مسجد، في بناء بيتي ملكي او ملك انا مش ملك حد، وبعدين يجي واحد كده عايز يستنجي ياخده من غير اذني، فهمت ازاي؟ يبقى برضو ده خد الحجر اللي هو القالع الطاهر اللي هو الجاف لكنه هنا محترم لانه مملوك، محترم لانه مملوك ملك الغير بغير اذن، او مثلا في فناء المسجد، كل الحاجات دي. ايوه، ما انت هتجيب تراب تليط الداني، حد هيستنجى بتراب يرش رشه كده، ده كده غلط، لازم حاجه جامده، التراب دقيق مفتفت لازم جامد تمسكه، واخد بالك؟ وشمل الحجر حجر الحرم والموقوف فيصح الاستنجاء به، وان حرم في الموقوف الا جزء المسجد فلا يصح الاستنجاء به لحرمته. ولو المنفصل يعني الموقوف للمسجد يحرم، ولو كان منفصلا، ولو المنفصل نعم ان انقطعت نسبتي عن المسجد كان بيع وحكم بصحة بيعي، وحكم بصحة بيعي حاكم يرى ذلك، كفى الاستنجاء به كما ذكره ابن حجر في شرح العباب ونقله عن الشامل واقره. حجر الحرم يصح الاستنجاء به على فكرة، حجر الحرم يصح الاستنجاء به، مكة كلها حرم فيصح الاستنجاء به، لكن الحجر اللي داخل المسجد هو اللي حرام، في فرق بين اللي داخل المسجد واللي في الحرم المكي نفسه. حرم مكي ده واسع لحد التنعيم من الناحيه دي، ولحد يعني ليه حدود،
والحد عرفات من الناحية التانية، فليه حدود. فلو واحد خد حجر خارج المسجد من مكة واستنجى به جاز، لكن إذا أخذه من داخل المسجد يحرم ويصح استنجاب مع الحرم. واضح؟ ايوه بدين حرم، والا اهل مكة هيستنجوا ازاي؟ هتبقى صعب. كما ذكره ابن حجر في شرح العباب، ابن حجر الهيتمي مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر اللي بيكتبه في كتب الفقه ابن حجر الهيتمي مفتي مكة في القرن الثالث عشر الهجري، كويس، ده ابن حجر الهيتم، غير ابن حجر العسقلاني كان في القرن التاسع العاشر الهجري. ابن حجر العسقلاني مصري وابن حجر الهيتمي مكي. واضح؟ في شرح العباب ونقله عن الشامل وأقره قوله. الشامل دي أسماء كتب. قوله وما في معناه، أي في معنى الحجر الحقيقي، فلا ينافي أنه من الحجر الشرعي كما علم مما مر، والمراد بكونه في معناه أي أنه مقيس عليه لحصول المقصود بكل منه منهما. وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم، بيان لما في معناه، وذكر له شروطا أربعة في ذاته، وهي أن يكون جامدا قالعا غير محترم طاهرا، مش كده برضو؟ وسيذكر ثلاثة شروط ليست في ذات الحجر، يعني هما سبع شروط عشان تستنجي بالحجارة، لازم سبع شروط، ثلاثة في المستنجى به وثلاثة في محل الاستنجاء. في محل الاستنجاء وسيذكر ثلاثة شروط ليست في ذات الحجر ولا في المقيس عليه، بل في الخارج من حيث إجزاء الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه، وهي الخارج ده بشرط أنه ألا يجف، لأنه لو جف ما يعرفش يزيله بالحجر، لأنه هيضطر لازم يشيله بالمية عشان تدوب الجاف، يبقى بشرط ألا يجف في الخارج، كويس، وألا ينتقل عن موضع خروجه. يعني افرض واحد اتبول، فهو بيتبول نقط بول جت على فخده، نقول له ما ينفعش انك تستنجي بقى، لانه انتقل عن موضع خروج، لان لازم تستعمل الماء هنا وتشطب بقى ايه محل ما جاء البول في موضع اخر غير موضع الخروج. او مثلا عنده اسهال، فهو بيتبرز خرج الاسهال باندفاع شديد، فراح ايه بعد عن موضع الدبر فجاف الاليتين، او هو بيتبرز في الكابينيه الافرنجي ساعات ينزل البراز يروح رادد الميه مترتش عليه فوق، واخد بالك ازاي؟ كل ده معناه ما ينفعش بقى يستعمل الحجر ولا ورق الكلينكس، معناه لازم الميه بقى. واضح؟ يبقى تجب الماء في الظروف دي، وهي الا يجف والا ينتقل والا يطرى علي اجنبي. يعني ايه يطرى علي اجنبي؟ يعني بيتبول، لكن البول وهو خارج كان عنده في محل خروج البول او بجوار محل خروج البول بصرة بتجيب صديد بتجيب دم، ففي اختلط البول اللي خارج بنجاسة اخرى. فهمت ازاي؟ نجاسة اخرى، يبقى ساعتها وجب استعمال الماء هنا. واضح؟ بشرط الا يطرأ عليه اجنبي عنه، يعني نجاسة اخرى. او هو بيتبرز عنده بواسير، فالبواسير دي بتخلي ينزل دم بعد ما يخلص براز، والدم ده ساعات يأثر، فيبقى طرأت على البراز نجاسة اخرى وهي الدم، يبقى ساعتها يجب الماء. واضح؟ وهي الا يجف والا ينتقل والا يطرأ عليه اجنبي. ليه بقى العلماء والفقهاء طلعوا الحاجات دي مع ان النبي ما قالهاش؟ خد بالك، اصل في ناس قليله الفقه يجي يقرا في الكتب دي يقول ايه وايه دليل الشيخ يعني، وليه العلماء قالوا الكلام ده، هو النبي قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم؟
مش بتخطر في بال بعض الناس في العصر بتاعنا ده؟ اصل العصر بتاعنا ده بقى مليان لمادة بجهل للأسف. لكن ليه العلماء قالوا كده؟ لان في قاعدة، في علم اسمه قواعد الفقه غير علم اصول الفقه. علم اصول الفقه ده حاجة وعلم قواعد الفقه حاجة تانية. من ضمن قواعد الفقه التي اتفق عليها العلماء جميعا ان الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وعلشان كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ائتوا مما امرتكم ما استطعتم، مش كده برضو؟ طيب الماء لإزالة النجاسة هو الأصل، والحجر رخصة، والرخصة تستخدم للضرورة، مش كده برضو؟ واحنا عندنا القاعدة ان الضرورة تقدر بقدرها، وقدر الضرورة ايه في استعمال الحجر؟ ان تكون النجاسة المعتادة اللي هي البول او البراز، هو ده المعتاد. فاذا تغير المعتاد ما بقتش زالت ايه هنا؟ زالت هنا الرخصة. ليه؟ لاختلاطها بنجاسة اخرى تحتمل ان الشارع محتاج الاقوى ليزيلها. يعني الشارع رخص على الامر المعتاد مش الامر غير المعتاد، ان يخرج بول من المحل ده ويخرج براز من المحل ده، استخدم الحجر. طب خرج بول وبراز لكن تعدى المحل الى محل اخر، يبقى نقول له ساعتها ارجع الى الطهارة الاصلية مش الايه؟ مش الرخصة. الطهارة الاصلية هي بالماء، نقول له وجب الماء. ليه؟ لان احنا قلنا استخدام الرخصة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فهم؟ يبقى لما قعدوا يتصوروا ايه المواقف اللي ممكن تحصل اثناء التبول والتبرز تخرج عن حد الضرورة التي قدرها الشرع ورخص من اجلها الحجر، وجدوا الا ينتقل والا يجف والا يختلط بغيره، فشرطوها من مفهوم الشرع. ادي معنى الفقه، ادي معنى الفقه. الفقه هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. وعشان كده هم اعملوا فهمهم عشان ينفذوا احكام الشرع الشريف، عشان تبقى احكام الشرع الشريف امور منضبطة. لما تصير امور منضبطة يسهل اتباعها، لما ما تصير غير منضبطة يبقى يصعب اتباعها. فكان الفقيه همه ان يضبط الامور فتصير امور منضبطة يسهل استعمالها واستخدامها بناء على قواعد استنتجوها من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملكة الفقهية ومن خلال ايات القرآن. قوله جامد قيد اول خرج به المائع، يبقى اما قال لك في الحجر الشرعي اللي استخدم في الاستسقاء اول شرط فيه جامد. جامد يعني ايه؟ يعني متصلب، يعني غير رطب ولا مائع، لا رطب ولا مائع. اي المائع اللي هو السائل اللي هو الليكويد اللي هو الفلويد اللي هو السوائل اللي هو بياخذ شكل الاناء اللي يوضع فيه، كل شيء يأخذ شكل الإناء اللي يوضع فيه يسمى سائل، والحاجة التي لا تأخذ شكل الإناء اللي توضع فيه تبقى تسمى صلبة، مش كده برضو؟ جامدة. والذي ليس له قوام أصلا يسموه غاز. يبقى المادة لها ثلاث أحوال من حيث ظاهرها، إما تكون جامدة أو سائلة أو غازية، مش كده برضو؟ طيب يبقى يشترط في حجر الاستنجاء ان يكون جامد اول حاجة. قيد اول خرج به المائع كماء الورد والخل. ليه ماء الورد والخل؟ لانه ده مائع ليس بماء، يعني ما ينفعش واحد يستنجى بشوية نعناع زيت لانه مش مية، ولا يجيب ازازة سيفن اب يستنجى بيها لانها سائلة، ما ينفعش لانها مش ماء، واضح؟ ولا يجيب ماء ورد مع انه ماء لانه ده ماء ورد قيد لازم خرجه عن اطلاقي، فما ينفعش يبقى ماء، لازم يبقى ماء مطلق، واضح؟ خرج به المائع كماء الورد والخل. وقوله طاهر قيد ثاني خرج به النجس كالبعض والمتنجس كالحجر المتنجس. يبقى ما يقول طاهر خرج به البعر الجاف لانه نجس، وخرج به الحجر المتنجس اللي هو استخدم او اختلط بنجاسه. ايوه ايه
ما ينفعش، لان احنا قايلين ان الماء ازاله النجاسه لا تصح الا بالماء المطلق، حتى لو زال عينها لانه غير مطهر. ده اي شيء غير الماء المطلق، واخد بالك ازاي، يسموه طاهر غير مطهر، زي ماء الورد وزي المرأة ماء اللحمة وزي النبيذ اللي هو المية المخلوطة بالتمر، كل ده ما ينفعش استخدمها في الطهارة ولا في ازالة النجاسة، يفضل نجس. يبقى مش متوفر عندي الماء المطلق، يبقى ما قداميش الا حجر الاستنجاد. واضح؟ طيب افرض ما عنديش الماء المطلق وعندي حجر الاستنجاء، لكن النجاسة اللي عندي اختلطت بغيره وجاوزت المحل، وهنا وجب الماء وانا ما عنديش ماء، يبقى هستنجي في موضع الاستنجاء واتيمم للصلاة واعيد لما اجد الماء. واضح؟ طب وهعمل ده كله ليه؟ لادراك الوقت، حرمة الوقت، لادراك الوقت اللي هو حرمة الوقت. واعيد ليه؟ لادراك الصحة، لاني صليت وانا عليا نجاسة. واضح؟ فهمت المسألة؟ وخرج، وقول طاهر قيد ثان خرج به النجس كالبعر والمتنجس كالحجر المتنجس، يعني انا ما ينفعش اخش مثلا دورة مية واخد ورق كلينكس استعمل قبل كده ومحطوط في الزبالة واستنجن بيه تاني، ما انا كده هنجس نفسي دلوقتي، ده نجس، يعني مش نجس، يعني اسميه متنجس، انا اسميه نجس لما يكون عينه نجس، متنجس يعني هو كان في اصله طاهر واختلطت به نجس. فهمت ازاي؟ وقوله قالع، قالع يعني مزيل، يقلع، يقول لك هتقلع عيني يعني هتزلها من مكان، فقالع يعني مزيل. وهو قوله قالع اي لعين النجاسة، عين النجاسة اللي هو جرم النجاسة، جرم النجاسة اللي هو كتلة النجاسة، لانه هيسيب الاثر، الاثر ما يزولش الا بالمية، لكن الحجر هيزيل عين النجاسة، لكن اثرها يفضل موجود ويعفى عنه، لان ربنا يعفو عنه. قالع اي لعين النجاسة، وهو قيد ثالث خرج به غير القالع نحو الفحم الرخو، لما يبقى فحمه متشرب المية كده يبقى رخو، واخد بالك، مع انك تمسك الفحمة دي الرخوة ما تحسش انها رطبة مع انها متشربة ماء، لانها كان الاسفنج، فتلاقيها رخوة تفتكرها جافة، لكن رخوتها تدل على انها فيها مية. فيبقى اما يقول هنا قالع خرج حتى الفحم الرخو، لانه شكله مش رطب لكنه رخو. والتراب المتناثر، لانه غير قالع، التراب يلزق ما يقلعش، ده هيجي على النجاسة يروح ايه لازق فيه، يبقى ما ينفعش التراب لانه غير قالع. واضح؟ ونحو القصب الاملس، القصب الاملس زي مثلا عود نبات كده قصب املس ناعم، ما ينفعش، مش كده برضو، او القماش الاملس زي الحرير او الحاجات اللي هي الناعمة خالص اللي هي ما تشربش، زي الانسجة الصناعية كلها الوقت تلاقيها ناعمة وما تشربش، فما ينفعش استخدمها دي لازالة نجاسة، لان هتنشر النجاسة. ما لم يشق والا صار قالعا. وقول غير محترم اغير معظم من الاحترام بمعنى التعظيم، وهو قيد رابع خرج به المحترم كمطعوم الادميين كالخبز ما لم يحرق. طب افرض حرقنا الخبز لما صار فحم، فان احرق بحيث صار كالفحم بان لم يبق فيه طعم الخبز جاز الاستنجاء به، لانه خرج بذلك عن كونه مطعوما للادميين. واضح؟ يبقى لو الخبز احترق الى ان صار فحما فقد مليته وفقد قيمته، يبقى ساعتها صار غير محترم، يبقى ممكن يستنجى به لانه طاهر قالع جاف. وان كان حرقه حرام من الاصل، لكن انا ما حرقتوش، ده انا لقيته محروق جاهز وانا عايز استنجي اخد منه استنجي، لكن اللي حرقه حرام عليه لانه نعم. واضح؟ مش معنى كده انا الاقي عندي خبز اروح حرقه عشان يبقى فحم وبعدين استنجي بيه، حرقه حرام، لو عمل كده صح استنجاؤه وحرم فعله، صح استنجاؤه وحرم فعله. فهمت؟
وحرقه حرام لأنه تضيع مال، لأنه ممكن فتفيت الخبز دي بيستخدمها الفراخ الداجنة تتربى عليه، صح؟ يعني ما زال لها قيمة، خسارة ترميها، ما زال لها قيمة. لكن احنا في المدينة للأسف بنرمي الحاجات دي، مع ان هناك في الارياف زمان، الارياف بتاع زمان مش الارياف بتاع اليومين دول، الارياف اليومين دول بقى زينا، خاب خيبتنا. كان زمان ما فيش حاجة تترمي في البيت خالص، يلموا بقايا السفرة يرموها للفراخ والبط، يوم البط ياكلها يكبر يحطوه على السفرة تاني، وبقايا دول غيره، مفيش حاجة بتترمي. عشان كده ما كانش فيه مزابل في الأرياف، ما كانش فيه مزابل. ليه؟ لأن كله في دايرة ماشي، حتى لو اتبقى حاجات تانية يرموها سماد في الأرض، حتى روث الفراخ الداجنة اللي عندهم يجففوه ويلموه في شويلة ويرموه في الأرض سباخ، فهمت ازاي؟ يقوم يبقى سماد، يعني مفيش حاجة بتترمي، كل حاجة مستعملة، مش محتاجين زبالين ولا محتاجين حاجة، كله منه فيه، فهمت ازاي؟ يبقى كانت دايرة ماشية وكانت الحياة ماشية حلو. لكن للأسف الوقت بقايا الأكل بتاعنا اللي هو الحلو ده نرميه، ونربي الفراخ اللي هناكلها على أعلاف مليانة هرمونات ومليانة دم ومليانة عظام مطحونة، وبعدين نرجع ناكلها بعد كده زفرة مسممة. والاكل اللي كان حلو وهيربي لحم حلو رمينا في الزبال، وبعدين يجي الزبال ياخد الاكل الحلو ده وندفع له فلوس كمان عشان بيلمه، صح؟ ويضيفوه على فاتوره الكهرباء ويكلفونا قد كده، وبعدين في الاخر تاكلوا الخنازير، تتربى هناك الخنازير، الزبالين بيربوا بيها رؤوس الخنازير، يعني ياخدوه طاهر ينجسوه. شوف بقى طريقه حياتنا بقت صعبه ازاي وبقت غلط ازاي، ربنا يصلح الحال. ما احنا قلنا يجب امتى؟ يجب على الفور ويجب على التراخي، يجب على الفور عند ارادة الصلاة، ويجب على التراخي، واخد بالك، زي عند عدم ارادة الصلاة، دي احنا شرحنا. ما هو ساعتها لما نقول يجب على التراخي وهو مش ناوي، يبقى وجب في حقه الاستنجاء بالماء مش بالحج، فهمت ازاي؟ يبقى هنا بقى الاستنجاء يكون بالماء مش بالحج. ايوه. اصول الفقه، تعريف ايه اصول الفقه؟ اما تعرف التعريف تعرف الفرق. اصول الفقه تعريفه هو العلم بأدلة الفقه اجمالا، ومعرفة حال المستفيد وكيفية الاستفادة منه، ثلاث حاجات ده اصول الفقه. العلم بأدلة الفقه اجمالا، كويس، اول حاجة، ومعرفة حال المستفيد اللي هي شروط المجتهد، وكيفية الاستفادة منها اللي هو استنباط الحكم. يبقى لازم تتوفر ثلاث حاجات تبقى راجل اصولي في اصول الفقه. لكن القواعد الفقهية ايه هي؟ هي قواعد كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع، قاعدة كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع، كقولك الأمور بمقاصدها، دي قاعدة فقهية يندرج تحتها ما لا يحصى من الأمور، زي الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، واخد بالك، وهكذا. الضرر يزال، قاعدة فقهية يندرج تحتها ما لا يحصى من الأمور، فهمت ازاي؟ أيوة. لا، القواعد الفقهية تجميع كل الفروع المختلفة في الأبواب المختلفة المتفقة في حكم واحد، فهمت ازاي؟ يجمعها لك كلها في أمر واحد، يجيب لك مثلا يقول لك ايه، اذا اختلط الحلال بالحرام يبقى حلال ولا حرام، يقول لك غلب الحرام، كويس، دي قاعدة، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام بقى كله حرام، ويدي لك قواعد بقى، قاعدة يقول لك إذا اختلط ماء نجس بماء طاهر، طالما أقل من قلتين صار متنجسا فيحرم استعماله، أدي نموذج منها في باب الطهارة. ويجي لك مثلا في باب تاني يقول لك إذا اختلطت زوجته حلال له بنساء محرمات في مكان مغلق حرم دخول المكان كله، مع إن حلاله جوه في وسط محرمات، فيجي بالك في باب ايه؟ في باب التحريم الدخول على النساء الاجنبيات،
مع ان هي قاعدة هي فتلاقي ليها نموذج مطبق في باب الطهارة، وتلاقي ليها نموذج تاني مطبق في باب الاختلاط بالنساء، وليها نموذج تاني مطبق عند ارادة الزواج. لو قالوا لك انت كنت زمان وانت صغير اتولدت في طنطا، وكان ابوك ساكن في طنطا، وكانت لما كنت بتعيط كانت جارتنا تاخدك تطبطب عليك وترضعك، وبعدين اتنقلنا من طنطا وانت عندك 3 سنين وجينا سكننا في المقطم، وانت بقيت كبرت ما شاء الله وعايز تتجوز، يحرم عليك ان تتزوج بنساء طنطا كلهم مخافة انك انت تتجوز اختك من الرضاع. شفت ازاي قد ايه؟ ليه؟ لان اختلط الحلال بالحرام. لا انا عارف الست دي كان اسمها ايه، امي ما قالت ليش، مش عارف، هي يدوب قالت لي الكلمة دي بس، ان انت رضعت من ست في طنطا. طب كان عنوانها ايه والست دي ولادها اسمهم ايه؟ ما قالت ليش، ما عرفش. يبقى ما حبكش بقى اروح اخطب بنت من طنطا، ادور بقى اتجوز من اي حتة. يبقى ليه؟ اختلط الحلال بالحرام. عندي في طنطا نساء كتير حلال لي، واختلط فيهم محرمات من الرضاع انا ما اعرفهمش. فهمت ازاي؟ يبقى يغلب الحرام كله. فيبقى لك في باب ارادة الزواج والمحرمات من النساء. ادي معنى القواعد الفقهية بقى. يجيب لك كده قاعدة ويجيب لك فيها فروع، ويسموها ايه؟ علم الاشباه والنظائر. علم الاشباه والنظائر. وعلم الاشباه والنظائر خلاف لعلم تاني اسمه علم الفروق. ده علم تاني في الفقه. انه يجيب لك مسألة فيها علة واحدة وحكمها مختلف، عشان يقول لك ليه حكمها اختلف، لان في فرق. يبقى قواعد الفقه يجيب لك المسائل اللي اتفقت في حكم واحد من ابواب متفرقة، وعلم الفروق يجيب لك المسألة اللي حكمها اختلف في ايه؟ في باب واحد، في باب واحد وحكمها اختلف. كل دي علوم نشأت من الفقه. زي ايه علم الفروق؟ مثال يقول لك الممتنع عن اخذ الدواء فمات من مرضه لا يأثم، والممتنع عن الطعام والشراب فمات منتحرا يأثم. ايه الفرق؟ ده امتنع عن شيء نافع وده امتنع عن شيء نافع، وده ادى للهلاك وده ادى للهلاك. طب ليه قلنا ده غير آثم وده آثم منتحر؟ قال لك لان هناك فرق بين الطعام والشراب المتيقن النفع وبين الدواء المظنون النفع. فلما امتنع عن الدواء وهو مظنون النفع لم يكن منتحرا. فهمت ازاي؟ ولكن لما امتنع عن الطعام والشراب المتيقن النفع يكون منتحرا. فيبقى هنا فرق سموه فروق. فهمت المسألة؟ فدي علوم كلها منبثقة من الفقه. والقرافي ليه كتاب حلو اسمه الفروق، من علماء مصر، مالكي بيسميه كده الفروق للقرافي، مطبوع، كتاب قيم جدا. وقال لك وحرقه حرام، ده في الخبز مش كده برضه؟ لأنه تضييع مال، وكمطعوم الجن كالعظم. مطعوم الجن اللي هو عظام مأكول اللحم للمسلمين بتصير بعد ذلك طعاما للجن. فيبقى محترمة، ما زالت محترمة. يبقى طالما محترمة ما ينفعش أروح أنا أستعملها وأستنجي بيها. ولو أحرقت، ولو أحرقت، لأنها لم يخرج إحراقها عن كونها مطعوم للجن. واضح؟ وكمطعوم الجن كالعظم وإن أحرق لأنه لا يخرج بإحراقه عن كونه طعام الجن، وحرقه جائز، والجن لا يأكلون العظم نفسه وإنما يكسى لحما أوفر مما كان. دي قدرة الله بقى، تأكل أنت العظمة وتمصمصها وما تخليش فيها فتفوت وترميها، الجن يعدي ياخدها إليها أوفر ما تكون لحما، ياكلها وينبسط منها. والبعر بتاع بهايم المسلمين والناس عموما، سواء حتى مسلمين او حتى رعاة البقر في امريكا، لان في جن في امريكا برضه، ده امريكا كلها جن بالظبط، راكبهم 100 عفريت. فالروث بتاع البهائم ورعاة البقر اللي جايين من ورا الجاموسه دول، الامريكان دول جايين من ورا الجاموسه، ما رعاة بقر ما يعرفوش لا حل ولا حرمه، ولا يعرفوا عوره من، ولا يعرفوا حلال من حرام،
يعني جاي من وراء الجاموسة. دي فعلا تنطبق على الامريكان فعلا. وترى العالة الرعاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. اصح ما تؤول هذه الاحاديث على الامريكان، لانه اولا هم رعاة بقر. بوش ده راعي بقر، عنده مزرعة بقر في تكساس، وبلير كده يعني سبحان الله. شوف النبي كأنه عرض عليه شاف بوش من الذين ده، وشافه راعي بقر، واجداده كانوا كده ويتطاولون في البنيان يعملوا ناطحات السحاب. ايه ده النبي عرض عليه حاجات صلى الله عليه وسلم عجيبة. الناس كانوا يأولوها على بتوع الخليج وبتوع البترول، ابدا دول مسلمين، بس بعضهم عاصي وبعضهم جاهل وبعضهم مسرف على نفسه، لكن مسلمين ولم يتطاولوا بالبنيان، يعني ما عملوش ناطحات السحاب زي الاوروبيين. فاكثر ما تنطبق عليهم تنطبق على الامريكان، لانهم رعاة بقر وتطاولوا في البنيان. فتبص تلاقي روث البهائم، حاضر روث البهائم بتاع البهائم دي المأكولة اللحم يتحول الى طعام لبهائم الجن كذلك. اتفضل يا سيدي. واما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز الاستنجاء به لانه غير محترم. حشيش اللي في الارض ده كله ده غير محترم، يعني ممكن تخلع حشيش يكون جاف جاف وتستعمله للاستنجاء، بس ما يعوركش بقى، تخليه يبقى شوك وبتاع تعور نفسك، خلي عندك حكمة. وانما جاز بالماء العذب، مع انه مطعوم ومحترم اهو مش كده برضو، مع انه مطعوم، لان الماء هنا ادي الفرق هنا الفروق. ليه جاز بالماء العذب مع انه مطعوم ولم يجز بماء الورد؟ اولا ماء الورد غير مزيل ولا يدفع النجاسة عن نفسه، وطاهر غير مطهر فما ينفعش. الماء العذب يدفع النجاسة عن نفسي إن كان كثير، لو كان ماء فوق القلتين واختلط بيه نجاسة، قلتين يعني حوالي 196 لتر وقعت عليه نقطة نجاسة بول وما غيرتوش، يقوى إنه يدفع النجاسة عن نفسي فيظل طاهر، يبقى يقوى عن دفع النجاسة عن نفسي، دي أول حاجة، ويزيل أثر النجاسة وعينه. وإنما جاز بالماء العذب مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجاسة عن نفسه في الجملة. في الجملة يعني إيه؟ يعني محتاجة تفصيل مش مطلقا، لانه لو ماء قليل وقعت فيه نجاسة يتنجس ما يدفعهاش. فكلمة في الجملة يعني اجمالا كده، لكن التفصيل لا. ادي معنى كلمة في الجملة، يعني لو نظرت الى التفصيل وجدت ان هناك امثلة تجعله متنجسا لا يدفع النجاسة عن نفسه، كالماء القليل او الماء الكثير الذي تغير باختلاطه بالنجاسة. كويس؟ افرض حتى ماء كثير 200 لتر لكن وقعت علينا نجاسه كتيره قوي لدرجه غيرت لونه وطعمه ورائحته، بقى متنجس خلاص. علشان كده يقول لك في الجمله. في الجمله يعني اجمالا دون تفصيل، بالنظر للماء الكثير بخلاف غيره اللي هو القليل يعني. ايه نجس؟ تنجس كله ولو التار كثير، يعني لو برميل مية ورد قد كده في 500 لتر وقع عليه نقطة بول تريقه كله، تنجس كله. شفت ازاي؟ ضاعت ماليات، ولا يصلح استخدامه ولا بيعه ولا شراءه ولا الانتفاع به، لان لا يجوز تعاطي النجاسة ولا بيعه، لانه لا يستطيع ان يدفع نفسه. افرض انت بقى صعبان عليك مش عايز ترميه، ارميه في اذان مية كبير، هو كله على بعضه يختلط في اذان ميه في مثلا الاف الالتار، او اروي بيه الزرع. فهمت ازاي؟ اذا ترميه في الجنينه عشان ما تضيعش ماليته بالكليه. فهمت ازاي؟ بس لكن ما تنفعش تستخدمه في العادي في العادات اللي هي الشرب والطبيخ والحاجات. ومن المحترم كتب العلم الشرعي فلا يجوز استخدامها في الاستنجاء، لانها طبعا فيها علم شرعي محترم. وما ينتفع به فيه كالحديث والفقه والنحو والحساب. الحساب علم محترم، علم محترم به يعلم علم المواريث، بل علم الحساب والجبر ما نشأش عند العرب وعلموه للعالم إلا بعلم المواريث، السدس والثمن والربع والحاجات دي كلها لما تعلمها العرب علموا الناس علم الجبر وعلم الحساب، واللي أنشأ علم الجبر والحساب المسلمين.
فده علم محترم. بل علم الحساب يؤدي الى التوحيد، في ادله من علوم التوحيد. فهمت ازاي؟ لان الواحد هو اول الوجود في الارقام، بغير الواحد لا وجود لشيء، كالواحد في الاكوان. فهمت ازاي؟ ده اسمه واحد وربك اسمه واحد. فكأنه الله جعل لك مثالا مخلوقا ذهنيا وهو الرقم واحد الذي لا يوجد شيء في هذه في الارقام كلها تعد الا به، فان فقد لا يوجد رقم، ويدخل في كل الارقام دون ان يختلط به. فهمت ازاي؟ وكذلك فعل الله دخل في الاكوان دون ان يحل فيه. شفت ازاي بقى ان علم الحساب يوصلك للتوحيد؟ واي شيء يضاف الى الواحد، والواحد لا يضاف اليه شيء. فهمت؟ كل الحاجات دي توصلك لعلم التوحيد. وعشان كده كل شيء ياتي بدون الواحد يبقى ايه؟ عدم. ده انت اول حاجة تبتديها الواحد. طب قبل الواحد عدم، كان الله ولم يكن شيئا معه. شفت بقى المسائل؟ فكل ده جاي من علم الحساب. فعلم الحساب ده علم شريف، علم شريف ينبني عليه فهم الشرع الشريف، ينبني عليه فهم علم الفرائض، الفروض اللي هو المواريث، ينبني عليه علم الزكاة والديات والعقال، واخد بالك، والعقل والديات، كلها ارقام، كل دي ارقام. فيبقى علم الحساب علم شريف، يعني الارقام دي ارقام شريفة. اللي وضع الارقام على فكرة العرب، الارقام اللي عند الانجليز دي اللي انت بتكتبها كده هو بالانجليزي، دي اسمها Arabic number، اسمها الارقام العربية، خدوها الانجليز وسموها برضو Arabic number. والارقام بتاعتنا اسمها Indian number، الارقام الهندية. يعني احنا خدنا الارقام الهندية وعلمناها لأولادنا ان دي عربي، والانجليز خدوا الارقام العربية وخلوها ارقامهم، وما زالوا مسمينها Arabic number. لما تيجي تقرا يقول لك Latin number، Arabic number، Indian numbers، ويدي لك الامثلة. Latin number يحط لك شرطة واحدة يبقى واحد، شرطتين جنب بعض اثنين، ثلاث شرطات جنب بعض ثلاثة، وبعدين شرطة وبعدين V يبقى أربعة، V لوحدها خمسة، V جنبها وهكذا، تقعد بقى تشتغل. لكن الأرقام العربية تجد هي أذكى الأرقام، من حيث معناها أذكى الأرقام، لأن اعتمدوا فيها على الزوايا. لما وضعوها اعتمدوا على الزوايا وعدد الزوايا. الواحد بتعمله كده اهو، في زاوية واحدة، مش كده برضو؟ يبقى ده اسمه واحد عربي. الاثنين تعمل كده وكده، يبقى في زاوية كده وزاوية مقابلة، يبقى اثنين. طب والثلاثة اعمل ثلاث زوايا، يبقى زاوية كده وزاوية في النص وزاوية كده، يبقى ده الثلاثة، مش كده؟ الأربعة تعمل كده وكده، تعد الزوايا اللي فيك ليهم أربعة. الخمسة اعملها كده واعملها كده وكده 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 وكده، وعد الزوايا تلاقيهم خمسة. الستة يفعلها بقت ست زوايا. السبعة تعملها كده وتعمل كده، أربع زوايا في النص، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، يبقى سبعة، وهكذا. التمانية أربع زوايا جوه مربع وتحتيه مربع تاني فيه أربع زوايا، أدي التمانية. والتسعة تسع زوايا كده، وزي الستة بس معدولة، وبعدين يعمل لها معكوفة كده عشان يعمل زاويتين تانيين، ويعمل يعني يعملها التسعة كده مربعة وينزل كده ويجي كده ويجي كده ويعكفها كده عشان يزود الزوايا تبقى تسعة. والاختصار احنا بنعملها كده وخلاص، وهكذا. ادي الارقام العربية اللي وضعها العرب، وضعها العرب بناء على الفقه والفهم. فهمت؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، ادي معنى الحساب انه علم محترم، علم محترم. بتحسب بيه الشهور، بتحسب بيه مواقيت الصلاة، بتحسب بيه نصاب الزكاة، تحسب بيه المواريث، تحسب بيه عدة المرأة المطلقة وعدة المطلقة المتوفى عنها زوجها، كل دي علوم داخلة في المسائل. والطب لأنه علم قام على صحة الأبدان، والبدن ابن آدم مكرم، فكل علم يحمي هذا البدن المكرم يبقى علم شريف، علم الطب. والعروض، والعروض، العروض اللي هو علم معرفة خصائص الشعر وأوزانه. ليه خلوه محترم؟
قال لك لأنه يبين أن القرآن ليس شعرا، ويبين أن الحديث ليس شعرا، وربك يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فيجب عليك أن تتعلم أصول الشعر حتى تعلم إعجاز القرآن أنه ليس شعر. فعلم العروض ده علم يوصل إيه إلى معرفة إعجاز القرآن، أنه ليس شعر ولكن فيه بلاغة الشعر، ليس شعر وفيه إعجاز الشعر وجمال الشعر وطلاوة الشعر، وليس بشعر، اسلوب لم يعلمه العرب قبل ذلك وهم افصح الناس، فدل على أنه من عند الله كلام الله. كل ده من علم العروض، لا كفلسفة ومنطق. العلوم الفلسفية دي مش محترمة عند العرب لأنها فيها لمضة كتير وجدل كتير وصفصطة كتير، والمنطق مشتمل عليها، ومنطق مشتمل عليها مش منطق مطلق، لا، المنطق المشتمل على الفلسفة. وكتب التوراة والإنجيل غير المبدلين، كل دي معطوفة على المحترم، وكتب التوراة والإنجيل غير المبدلة تبقى محترم لأنها كتاب كتب الله المنزلة على الرسل السابقين. وما كتب عليه اسم معظم، حاجة كتب عليها ورقة لقيتها مكتوب عليها محمد رسول الله، اسم معظم، يبقى الورقة دي محترمة. طب افرض مكتوب عليها محمد الكحلاوي، بقى اسم لكنه مش مقصود بالعلم المعظم، مقصود بإنسان عادي، تبقى محترمة لكنها غير معظمة، محترمة لاشتمالها على الاسم، على رسم الاسم لا على معنى الاسم، رسم الاسم نفسه يخليها ايه، يخليها محترمة، لكن لكونه صار علما على غير المعظم فصارت غير معظم. واضح؟ علشان كده صفحة الوفيات فيها اسماء محمدات كتير وعبد الله وغيره، لكنها ليست اعلام على المعظم، اعلام على غير المعظم، لكنها محترمة في ذاتها. فهمت ازاي؟ الاشتمالية على اسم الله زي عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا. فالحاجات دي كلها محترمة، فما ينفعش اجيب الجورنال استنجى بيه. واضح؟ ما ينفعش. ايوه. نحرقه. تحرقه وارمي الرماد بتاعه. ترميه في اي حتة. بس ما ترموش في النجاسة. لا خلاص، ما هو زال زال عليه. وإذا عمت البلوى قل الحكم الفقهي الشدة فيها، إذا عمت البلوى بيقل، لكن ما يلقش بقى بمسلم يبقى راجل بس بيصلح جزم يلفها لك في صفحة الوفيات. لا ازاي بقى، ما هو عارف فما يلقش. يعني أنا مرة كنت بجيب جزمتي بتصلح من عدة سنوات، وصلت لقيت الراجل بيلفها لي، يا عم ده صفحة الوفيات، والراجل بيصلي معايا اسمه عم محمد، راجل بتاع جزم. قلت له ده انت بتقرا المصحف يا عم محمد، هتلف لي في صفحه الوفيات، مش دي البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، تلف بيها الجزمه. قال لي والله ما خدت بالي، معلش سامحني. يعني هو مش في باله، عايز حد بس ينبهه، فكل واحد محتاج حد ينبهه، واخد بالك؟ يبيعوا كتاب الدين في اخر السنه لبياع اللب والسوداني بالكيلو، وبعدين يعمل لك قرطاس اللب وجواه مثلا يا ايها المزمل قم فانزل، لانها كانت مقرره على ثانيه ابتدائي، يوم يبيع فيها لب في الاجازه، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ الحاجات دي الواحد ياخد باله. احنا بلاد مسلمين والحمد لله عندنا يعني وفره من القارئين الكاتبين، واخد بالك، العاطلين، ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر وتوجد وسيله رزق لكل طالب رزق حلال. وما كتب عليه اسم معظم ما لم يقصد به غير المعظم يلحق به، ويلحق بذلك جلدة المتصل به دون المنفصل عنه. يعني لو جلدة متصلة بكتاب الفقه، طالما طول ما هي متصلة بكتاب الفقه تبقى محترم. طب اتفصلت عنه ومش مكتوب عليها حاجة، خلاص ما تاخدش حكم. إلا جلدة المصحف، حتى لو انفصلت عنه تظل محترم. عشان كده بيقول لك إن الإنسان يشرب بالجوار، كل شيء يشرب بالجوار. يقول لك الجلده دي كانت جلده ممكن تبقى جزمه تطأ بها الارض، لما جاورت المصحف وصارت جلده المصحف لا تمس الا على وضوء، احترمت بالجوار، اكتسبت احترامها بايه؟ بالجوار.
فيبقى الجوار يكسب الشيء احترام، ومن جور السعيد يسعد. شفت الحكم؟ العلماء حتى يقول لك كده، الناس العوام يقول لك من جور السعيد يسعد. الجلده لما جورت المصحف سعدت، بقت محترمه، محدش يقرب لها ولا يحط عليها حاجه ولا يسند عليها، ويحطها اعلى حاجه في البيت ولا يمسها الا هو من وضوء، سعدت اهي. طيب ما جورتش المصحف، اعملها جزمه، اعملها حزام، اعملها اي حاجه، اعملها قربه احط فيها ميه، اي حاجه بقى. عشان كده الناس بيستعجبوا ليه اثار الانبياء محترمه، جوره السعداء لازم تسعد. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، لمس قدم سيدنا ابراهيم صار مسعدا، فاثار الانبياء مسعده. ده الحمار اللي النبي ركبه لو نشوفه نشيله على كتفه مش نركبه. ليه؟ لانه جاور السعيد. وكلم النبي، كان اسمه يعفور، يمشي يعفر، فقال له يعفور، فرد على النبي وقال له انا اسمي يزيد. فالنبي ابتسم في الحديث الضعيف الاسناد، ولكنه يروي العلماء في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم في الدلائل النبوة البياقي وغيره. ويلحق بذلك جلدة المتصل به دون المنفصل. نعم عنه، نعم جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا سواء انفصل او اتصل لاحترام. ومن المحترم ايضا جزء المسجد ولو منفصلة، يعني حتة حجرة وقعت من المسجد وجنب جدار المسجد محترمة ما خدهاش استنجى بيه ولو انفصلت. طب ولو متصلة ما ينفعش احك النجاسة ايه في جدار المسجد؟ زي واحد بيتبول واقفا يروح ماسح كده ايه عموده في الجدار اللي امامه، ما ينفع، ده جدار مسجد محترم مش حيطه كده تمسح فيها في اي حته، فهمت؟ لانها محترم. من جور السعيد يسعى. ولو منفصلا الا اذا انقطعت نسبته عنه بان بيع وحكم حاكم بصحه بيعه. افرض الحجاره بتاعت الجامع دي اتكسرت وقعت بقت متكومه جنب الجامع، طول ما هي متكومه جنب الجامع محترم. جاء اداره المسجد اتفقوا قالوا هنبيع الحجاره دي ونجيب الفلوس ونكمل عليها ونبني جدار المسجد. فباعوها بيع صحيح. فهمت ازاي؟ خلاص انفصل حكمها، ممكن اخدها بقى واستنجى بيها. فهمت ازاي؟ وجزء الادم ولو مهدرا كالحرب محترم. لقد كرمنا بني ادم، احنا في الحرب، وبعدين في الحرب انت عارف تبقى اجزاء الادميين مقطعه كده، انت بتروح هناك في فلسطين بتشوفهم في التلفزيون اجزائهم مقطعه بيمشوا يلموهم. شوف قد ايه في الحروب كده بتجد اجزاء الادميين قدامك. طب افرض انت راجل بتتوضى عايز تستنجى وتتوضى وانت في الحرب، ما ينفعش تاخد جزء ادمي تستنجى بيه ولو كان هو الكافر اللي انت بتحاربه، لانه محترم، لانه ابن ادم مكرم مطلقا. فهمت ازاي؟ لانه برضه ده جزء محترم. واضح؟ وجزء الادمي ولو مهدرا كالحربي، يعني ولو دمه مهدر كالحربي، لانه محترم من حيث الخلقه لقول الله ولقد كرمنا بني ادم، وبني ادم يدخل فيهم الكافر والمسلم المؤمن. وان كان غير محترم من حيث الاهدار. ونقف على ولكن الافضل، احنا قلنا انه ممكن يستنجي بالماء او الحجر بالشروط، ولكن الافضل انه يجمع بينهم. واضح؟ هنتكلم عليه يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وافر عن